مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. اليوم اخبار كتير حلوة، ومن بينها رح نذكر خبر كتير مؤسف، لهيك تابعوا الفيديو لاخر. اول خبر هو خبر عن عمرو مسكون وركان سليمان. ركان سليمان وعمرو مسكون وصلوا ل 2 مليون مشترك بنفس الوقت. يعني هالموضوع صار بالصدفة صراحة، بس أنا جمعت الخبرين مع بعض بما أنه الخبرين متشابهين. عمرو مسكون شارك هالفيديو وهالصورتين تعبيرا عن فرحه وحبه لمتابعينه وشكره لإلهم بمناسبة وصوله لهالرقم. وأيضا كمان ركان سليمان نشر هالفيديو القصير كمان تعبيرا عن حبه وتقديره لمتابعينه و اللي وصلوه لهالعدد من المتابعين. هيفاء بسيسو هلا عم تحضر مع ديزني ستوديوز مع والت ديزني لأغنية وفيديو كليب. كمان الأغنية تسجلت بلندن، وكمان تسجل كمان الفيديو كليب تبعها بلندن كمان، حيث هيفاء بسيسو نشرت هاي الصورة وهالفيديو لحتى تعلن عن هالشي لمتابعينها. اما دايلر فشارك متابعينه على اليوتيوب خبر كتير مؤسف اللي زعل كتير او عدد كبير من متابعينه، خاصة متابعينه على اليوتيوب، لانه صرح ببوست على اليوتيوب انه الفيديو اللي نزله قبل يوم كان الفيديو الاخير اللي كان عبارة عن فلوج، كان هذا الفيديو عبارة عن فيديو الاخير وما راح ينزل دايلر بعد اليوم مقاطع كتيرة وفلوجات كتيرة على قناته على اليوتيوب، حيث نشر سناب شات، حيث ذكر انه راح تكون في فيديوهات بس ما راح تكون فيديوهات كتيرة، راح تكون ممكن عبارة عن فيديو كليبات او حتى اغاني من البومه الجديد اللي عم بيحضره، لانه عم بيواجه هالايام صعوبة، او حتى نقول انه مو صعوبة، خلينا نقول انه في اشغال كتير، لهيك قرر دايلر ما راح ينزل فلوجات مثل قبل، فلوجات يومية اللي تعودنا عليها. بس دائما دايلر نتمنى لدايلر دائما النجاح والتفوق في حياته، وان شاء الله راح نشوف ونترقب فيديوهاته حتى لو كانت مو يومية وحتى مو اسبوعية. بين دايلر راح نضل دايلري وما نرحم. اوكي خلونا نشوف الخبر التالي. اختيرت هلأ نارين بيوتي لتقدم الموسم الثالث من البرنامج اللي رح تستدعي فيه عدد كبير من المشاهير، من بينهم مشاهير اليوتيوب ومن بينهم كمان مشاهير انستغرام، حيث شفنا بالكواليس مو بلوكس رح يكون ضمن الحلقات اخيرا مع نارين بيوتي. فانا بدي لكم روحوا شوفوا هالمقطع القصير من اللي جمعنا لكم اياه من كواليس برنامج مكياج وبنات، راح تكون اشياء كتير حلوة راح تستكشفوها من خلال هذا الفيديو القصير. اترككم معه وبرجع لكم. بعد ما شفنا المفاجأة مفاجأة نارين بيوتي ودخلنا لكواليس مكياج وبنات، رح نطلع هلأ من الفيديو نهائيا لأنه رح يخلص الفيديو. شوفكم في الفيديو الجاي، لتضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار يوتيوبرز أول بأول. وشكرا.
مشان تشجعوني على تنزيل أكثر. شوفكم بالفيديو الجاي. مرحبا، أنا إياد. إذا حابين تتعرفوا علي أكثر، إنستغرامي موجود بصندوق الوصف.